بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، نصائح لمن فقد كيس المرارة. من فقد كيس المرارة يصبح الهضم عنده أصعب، وخاصة المواد الدهنية. عادة يعطي الطبيب بعض الأدوية المساعدة على الهضم لتعويض عصارة المرارة، وعادة ما يتبعها العديد من الأعراض التي تشمل الغثيان وحرقة المعدة والتجشؤ والنفخ والغازات وآلام في البطن والتعب الشديد وأحيانا ألم تحت الضلوع، وخاصة على الجانب الأيمن، والإمساك أو الإسهال. ويقدر الباحثون أن 40% على الأقل من الناس الذين فقدوا المرارة يعانون من هذه الأعراض على المدى البعيد. ومن النصائح للذين فقدوا المرارة أخذ فيتامين ك، حيث أن فيتامين ك قابل للذوبان في الدهون لتحسين عملية الهضم. والجدير بالذكر أن فيتامين ك يتصل بالدهون، وبهذا يساعد في إنتاج الهرمونات والمواد الضرورية للجسم، والأكل والتبول والتبرز في الوقت المحدد. وينصح بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات والأطعمة الدسمة، والإقلاع عن الوجبات السريعة والمقليات، والابتعاد قدر الإمكان من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية. وبالمقابل الإكثار من تناول الماء والسوائل وتناول أطعمة لا تتسبب في انتفاخ البطن، والمحافظة على أوقات متباعدة بين الوجبات، وعدم إدخال الطعام على الطعام. ودعواتنا للجميع بالصحة، وإلى اللقاء في معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.